بسم الله الرحمن الرحيم. أتعهد أمام مدرستي وأمام ولي أمري أن أحافظ على شرف تكليفي، أن أحافظ على شرف تكليفي، وأن ألتزم بأحكام ديني، وأن أجتهد في طاعة ربي وموالاة نبيي وأئمتي، وأن أبر والدي، وأن أتعاون على البر والتقوى، وأن أتحلى بمكارم الأخلاق. وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم.